Justice Academy. Knowledge is power. أشهد في الفترة الحالية وفي الفترة اللي جاية بإذن الله، دايما بنقول إن الفترة دي هي العصر الذهبي للتحكيم، وخاصة الفترة اللي جاية بلدنا مقبلة على استثمارات وعلى رؤوس أموال هتتدفق ليها بإذن الله بعد ما تشهد من استقرار سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي. فالفترة الجاية إن شاء الله هتكون فترة غنية جدا بالنسبة للتحكيم. بس أنا قبل ما أبدأ في موضوعنا النهاردة المتعلق بصياغة اتفاق التحكيم، يهمني أتعرف على حضراتكم بحيث يبقى فيه شيء من التواصل، وفي نفس الوقت نعرف تخصصاتنا ونعرف هنتواصل مع بعض إزاي. فياريت بالترتيب كده حضراتكم كل واحد يعرف نفسه بيشتغل ايه. واحد اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل المايك معاك. انا مهندس مدني مدير مشروعات وعايش في الكويت. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا باشمهندس ايمن. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مين تاني معاك؟ اهلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن صياغة التحكيم. دايما الملاحظ في دورات التحكيم ومحاضرات التحكيم والدبلومات والماجستير والى اخره، ان يكون غالبيه الدارسين او عدد كبير منهم مش من المتخصصين في القانون. في الحقيقه دي انا شخصيا بعتبرها من مزايا التحكيم العديد، لكن احنا في دبلوم النهارده وبالتالي افترض ان احنا بنتكلم كلام متخصص شويه، بس مفيش ما يمنع ان احنا نعمل مراجعة سريعة كده عن التحكيم عموما وعن مزاياه وعيوبه الى اخره. لما بنتكلم عن مزايا التحكيم بنذكر مزايا عليه. دايما الفقهاء واساتذتنا يذكروا السرعة ويذكروا المرونة، الا انه من اهم مزايا التحكيم من وجهة نظري ان التحكيم بيوفر للخصوم قاضي متخصص بحسب قضية المساعة. لان مش مهندس عماد زي ما عرف نفسه، هو مهندس مدني. المهندس المدني لو عرض عليه نزاع وليكن بين مقاول ورب عمل في عقد من عقود المقاولة، أليس من المنطقي أن المهندس هو الأقدر على الفصل في هذا النزاع، خاصة إذا كان نزاع ينصب على مسألة فنية بحتة؟ لو افترضنا أن النزاع ما بين المقاول ورب العمل حوالين نسبة حديد التسليح في مبنى من المباني، أو نوع الأسمنت المستخدم، أو طريقة عمل القواعد الخرسانية زي المهندسين اللي بيتكلموا. أما نزاع زي ده يعرض على رجل قانون مش هيفصل فيه بالقدرة وبالكفاءة اللي هتكون متوفرة للمهندس المدني المتخصص. عشان كده في القضاء التقليدي في المحاكم، عادة المحاكم في هذا النوع من النزاعات بتحيل الأمر إلى مكتب الخبراء المختص في الجهة الحكومية المعنية بالموضوع. احنا عندنا في مصر مكتب خبراء وزارة العدل، ومعظم بلادنا العربية فيها جهات مماثلة. إحالة النزاع إلى الخبير بتاخد وقت، بتاخد مجهود، وكثيرا كنا بنقول إنه إحالة النزاع إلى الخبير بيستغرق وقت، بيستغرق مجهود، بيستغرق نفقات. كثيرا تقرير خبير هو بالضرورة هيصدر لصالح طرف على حساب طرف، فالطرف الذي صدر ضده التقرير بيشكك في تقرير خبير، يطلب خبير أعلى، يطلب لجنة ثلاثية، تضطر المحكمة تعيد بحث الموضوع تاني لمعرفة خبير آخر. ممكن نستغرق سنوات عشان نحسم جزء بس من النزاع وهو مسألة الرأي الفني. فبالنا إذا كان الجالس على المنصة هو أصلا خبير متخصص،
اذا كان هو اصلا مهندس ده في النظام اللي بيتكلم فيه. واحنا هنا هنوفر على نفسنا وقت وجهد ونفقات عديدة. من هنا ما بنستغربش انه دارسي التحكيم بيكونوا من كافة التخصصات مش فقط رجال القانون. واحنا عندنا في مصر بالتحديد ويمكن في المملكة العربية السعودية وبعض الدول عندنا محكمين مهندسين على اعلى مستوى من الكفاءة. وانا شخصيا شاركت معهم في احكام وقالت لهم احكام يكتبوا احكام غاية في الروعة وغاية في الاتقان وغاية في الصياغة القانونية المنضبطة. بس في كل الاحوال حتى المهندس او المحاسب او ايا كان تخصصه لما هيعمل في مجال التحكيم هو بالضرورة هيشتغل بالقانون، بالضرورة هيصدر الحكم وفقا لقانون معين. من هنا لازم يكون عنده الحد الأدنى من الثقافة والخلفية القانونية. إذا نرجع تاني إنه التحكيم مزايا عديدة، من ضمن المزايا زي ما قلت لحضراتكم إنه غير قاصر على القانونيين، عشان كده بيشرفونا مجموعة من الزملاء منهم المهندس عماد اللي تفضل إن هو عرفنا نفسه. كمان من مزايا التحكيم المرونة. المرونة بتتمثل في حاجات كتيرة جدا، المرونة في اختيار هيئة التحكيم، المرونة في اختيار القانون للتطبيق، اختيار مكان التحكيم، اختيار لغة التحكيم، مسائل كتيرة جدا. بس هذه المرونة اللي بتنعكس مثلا على اختيار الهيئة اللي هتتولى إصدار الحكم أحيانا يكون لها بعض الآثار الجانبية. أنا ممكن أختار هيئة التحكيم ما تكونش متخصصة قوي في المجال بتاعها، او ما تكونش ملمة قوي بتفاصيل العملية التحكيمية من الناحية القانونية، فتحصل بعض الاخطاء. هذه الاخطاء احيانا تعرض حكم التحكيم الى البطلان او الى رفض تنفيذه بمعرفة الجهات المختصة. من هنا بتيجي اهمية الصياغة في مجال التحكيم. الصياغة في مجال التحكيم بتنصب على أمور عديدة. بداية صياغة اتفاق التحكيم، ثم صياغة حكم التحكيم، صياغة المذكرات والمرافعات المتعلقة به. بس في الحقيقة أهم الأمور المتعلقة بالصياغة هي صياغة اتفاق التحكيم. الصياغة بصفة عامة مسألة هامة جدا وضرورية جدا ودقيقة جدا. الصياغة عموما في المجال القانوني بيحتاجها رجل القانون او بيحتاجها ان يشتغل بالقانون في مجالات عديدة. لو هتشتغل محامي هتحتاج صياغة، هتصيغ مذكراتك، هتصيغ العقود الى اخره. هتشتغل قاضي هتحتاج الصياغة عشان هتصيغ الاحكام. هتشتغل محقق هتحتاج الصياغة عشان تصيغ الاسئلة الى اخره. الصياغة عموما مسألة هامة جدا، الا انه في مجال التحكيم الصياغة لها اهمية قصوى. لماذا؟ لانه خطأ بسيط في صياغة اتفاق التحكيم قد تعرض حكم التحكيم برمته الى البطلان او رفض التنفيذ. من هنا بنهتم بدراسة صياغة اتفاق التحكيم باعتباره هو حجر الاساس في العملية التحكيمية كلها. هذه العملية عملية الصياغة عشان دارس التحكيم يتقنها المسألة تحتاج وقت، تحتاج جهد، تحتاج مثابرة، بتحتاج خبرات متراكمة. ولكن في النهاية مع الصبر والمثابرة هيكون عندنا حصيرة قانونية وعلمية تمكننا من إجراء هذه الصياغة. يبقى عندنا جيل من المحكمين ورجال القانون والمتخصصين في التحكيم يقدروا يسدوا الفجوة اللي عندنا في هذا المجال. أحيانا أخطاء الصياغة تعرضنا لخسائر فادحة، وده حصل وهيبان معانا ان شاء الله واحنا بنتكلم، ما تعرضنا لخسائر فادحة بسبب عيوب في صياغة اتفاق التحكيم. من هنا انا حبيت اتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع الهام، وهنحاول واحنا بنتكلم نربط صياغة اتفاق التحكيم بمسألتين مهمين جدا. اول مسألة العلاقة بين صياغة اتفاق التحكيم وبين بطلان حكم التحكيم. تاني مسألة ايه تأثير صياغة اتفاق التحكيم على تنفيذ حكم التحكيم. في البداية قبل ما ندخل في تفاصيل الصياغة، أصلا اللجوء إلى التحكيم
هو قرار يتخذه ذوي الشأن أو المحامين بتوعهم أو مستشاريهم باعتبار إن إحنا لما بيكون في نزاع أو إحنا بنضرب عقد بناخد قرار يا ترى إذا حصل نزاع يتعلق بهذا العقد هل إحنا هنتجه إلى القضاء التقليدي ولا هنتجه إلى التحكيم؟ مجرد اختيار الآلية اللي هنفض بيها النزاع ده في حد ذاته صياغة، لأن أنا هختار الآلية دي إزاي؟ يا إما بمناسبة شرط شروط عقد معين اللي بنسميه شرط التحكيم، أو بمناسبة إجرام وشرط التحكيم. فقرار اللجوء إلى التحكيم أو عدم اللجوء إلى التحكيم هو في حد ذاته صياغة. هذا القرار باختيار التحكيم أو باختيار القضاء لابد أن يكون مبني على أسس علمية. المسألة مش مجرد اختيار عشوائي، مش مجرد ان انا برتاح للتحكيم او ما برتاحش للتحكيم، او ان القضاء عندي في درجة في بعض المشاكل. لا، انا لازم وانا بختار هل سألجأ الى التحكيم او هلجأ الى القضاء لازم يكون في مجموعة اسس علمية قائم بصياغة العقد او قائم بصياغة المشرطة يكون عارف اول حاجة حكم التحكيم ده اذا افترضنا ان الحكم هيصدر لصالحي هينفذ فين؟ هينفذ في اي دولة؟ الدولة دي بتتعامل مع احكام التحكيم ازاي؟ الدولة دي بتحترم التحكيم ولا لا؟ الدولة دي منضمة للاتفاقيات الدولية المعنية لتنفيذ احكام التحكيم ولا مش معنية؟ الدولة دي فيها حكم التحكيم بيكون نهائي زي اغلب الدول، ولا الدولة دي فيها مجال للطعن في اتفاق التحكيم؟ الدولة دي محددة مجالات بعينها للتحكيم وبالتالي لا يجوز التحكيم في غيرها، ولا التحكيم فيها متاح في كل المجالات؟ كل هذه الامور لازم القائم على الصياغه المحامي او المستشار القانوني او حتى صاحب الشان نفسه يكون ملم بيها، علشان لما المحامي يقدم النصيحه او المستشار القانوني يقدم النصيحه لموكله يكون على بينه من الامر. بعض الدول تلاقي التحكيم فيها بيواجه ببعض الصعوبات والعقبات، دول اخرى تلاقي الدوله بتحترم التحكيم جدا وبتشجع على التحكيم. اذا انا اختياري في مجال اللجوء للتحكيم او عدم اللجوء للتحكيم زي ما بنقول لابد ان يكون مبني على اسس علميه، اكون عارف قانون الدوله دي ايه، اكون عارف نظام تنفيذ احكام التحكيم فيها ايه، ايه الشروط، ايه امكانيه تنفيذ الحكم على افتراض انه صدر لصالحي في هذه الدوله. لانه كثيرا من موضوعات التحكيم بيكون فيها بعد دولي او بعد اجنبي، ممكن وارد ان يكون التحكيم كله برمته تحكيم محلي الاطراف من نفس الدولة والعقد في نفس الدولة ومكان التنفيذ في نفس الدولة، ده وارد. انما وارد ايضا ما يحصل كتير قوي يكون في بعد دولي او بعد اجنبي في العملية التحكيمية، فانا ابقى عارف الدولة التانية دي اللي من المتوقع ان انا اتعامل مع محاكمها وانا بنفذ حكم التحكيم، او مع قانونها لما يكون في مجال مثلا للطعن في حكم التحكيم من عدمه، اكون انا عارف الدولة دي توجهها ايه بالنسبة للتحكيم. بعد كده اذا انا قررت اللجوء للتحكيم وزي ما قلنا ان هذا القرار هو في حد ذاته صياغه، اذا قررت اللجوء للتحكيم لازم اكون عارف كويس قوي انا هلجأ للتحكيم من خلال ايه؟ هل من خلال ما نسميه شرط التحكيم ولا مشارطته؟ ويهمني طبعا احنا في مجال دراسات عليا ان ما تبقاش معلوماتنا مجرد المعلومات البسيطه السطحيه اللي نلاقيها في اغلب كتب التحكيم للاسف، اللي بتفرق بين شرط التحكيم ومشارطته على اساس زمني بحت، معيار زمني بحت، يعني متى تمت صياغه الاتفاق. تلاقي في الغالبيه الفقهاء وغالبيه الكتب تقول ان شرط التحكيم هو احد بنود العقد الذي يغرم بين الطرفين، اما المشارطه فهي تبرم بعد وقوع النزاع. وبتعتمد في التمييز بين شرط التحكيم ومشارطته على هذا المعيار الزمني فقط لا غير. إنما المسألة في الحقيقة أعمق من كده وأبعد من كده بكتير جدا. التمييز بين شرط التحكيم ومشارطته زي ما هنشوف مع بعض بتترتب عليه نتائج خطيرة جدا، سواء من ناحية إجراءات التحكيم اللي هتبدأ بعد كده، أو من ناحية مدى صحة اتفاق التحكيم أو بطلان حكم التحكيم. كل هذه الأمور بتترتب على التمييز بين شرط التحكيم ومشارطته على نحو دقيق جدا. أنا بأستاذن حضراتكم تدوني شيء من الانتباه معايا علشان في نقط دقيقة في هذه الجزئية. شرط التحكيم زي ما حضراتكم عارفين هو ما هو إلا بند من بنود عقد معين، وليكن المثال التقليدي اللي بنضربه عقد مقاولة مثلا،
نيجي في احد بنود عقد المقاولة ونقول والله اذا حصل نزاع بين الطرفين سيتم اللجوء الى التحكيم من خلال مركز معين او تحكيم ادهوك او ايا كان. يبقى احنا هنا صغنا هذا البند واتفقنا بمقتضاه ان اذا حصل نزاع يتم حسم هذا النزاع عن طريق التحكيم. طيب لو ما كانش هذا البند موجود وأبرم العقد وأثناء سريان العقد حصل نزاع بين الطرفين وأراد الطرفان إن هم يلجأوا إلى التحكيم بدلا من القضاء هيبرموا اتفاق تفصيلي ولاحق على وقوع النزاع يتفق بمقتضاه على اللجوء للتحكيم. طب ايه بقى ايه الفرق الاضافي اللي بقول لحضراتكم عليه؟ مش بس مساله معيار زمني ده قبل وقوع النزاع ولا بعد وقوع النزاع، لا المساله ليها ابعاد اخرى. اول حاجه هو انا بأبرم اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم في صوره بند من البنود، انا ما اعرفش ايه هو النزاع اللي ممكن يحصل، ده احنا لسه في مرحله التعاقد، لسه العلاقات والديه ما بين الاطراف والا ما كانوش تعاقدوا. لسه الاطراف بسم الله الرحمن الرحيم بيبرموا عقد العلاقه وديه بينهم متفقين نتعاون مع بعض في مجال من المجالات، فما فيش نزاع بالضروره، فما اقدرش الزم طرفي هذا التعاقد ان هم بيصيغوا شرط التحكيم اقول لهم قولوا لي ايه هو النزاع بدقه، ده مش وارد ولا مش منطقي لان لم يحدث النزاع بعد. عشان كده بنكتفي ان احنا نحط الاطار العام للتحكيم اذا حصل نزاع. مثلا نقول والله لو حصل نزاع فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد هنلجأ للتحكيم، اذا حصل نزاع فيما يتعلق بتفسير العقد هنلجأ للتحكيم. ممكن نقول بصفة اعم واوسع اذا حصل اي نزاع يتعلق بهذا العقد باي صورة من الصور هنلجأ للتحكيم. ده لو احنا بنصيغ اتفاق التحكيم في صورة شرط. ما اقدرش الزم الاطراف بذكر النزاع تحديدا هم تنازعوا في ايه، انما لو احنا بنصيغ اتفاق التحكيم في صوره مشارطه والمفترض في المشارطه انها تبرم بعد وقوع النزاع، يبقى طالما هي ابرمت بعد وقوع النزاع يبقى يفترض في الاطراف ان هم على علم بالنزاع، فيبقى من المنطقي ان هي المشرع يلزم الاطراف عند صياغه المشارطه ان هم يذكروا في صلب المشارطه موضوع النزاع بدقة. فلو رجعنا للمادة 10 من قانون التحكيم المصري والمواد المقابلة لها في قوانين بلادنا العربية هتلاقي انه المشرع يلزم الاطراف عند كتابة مشاركة التحكيم ان هم يحددوا بدقة موضوع النزاع. هنا هذا الالزام هو الزام منطقي. ليه؟ لان المفترض ان الاطراف على علم بموضوع النزاع، لان المفترض ان هم بيجرموا المشارطه بعد وقوع النزاع. طب الجزاء ايه لو هم ما حددوش موضوع النزاع بدقه في صلب المشارطه ذاتها؟ الجزاء خطير جدا، هو البطلان. لان المشرع قال والا كان الاتفاق باطلا. المشرع نص على ان اي اتفاق على التحكيم يبرم بعد وقوع النزاع اللي احنا بنسميه مشارطه التحكيم. هذا الاتفاق المبرم بعد وقوع النزاع يجب ان يتضمن موضوع النزاع بوجه الدقه والا كان الاتفاق باطلا، يعني والا كانت المشارطه باطله. اما شرط التحكيم فلان المفترض ان هو بيبرم عند التعاقد والاطراف ما دخلوش في نزاع لسه، فمن المنطقي ان انا ما الزمهمش ان هم يقولوا لي ايه هو موضوع النزاع، هم ما تنازعوش اصلا عشان اطالبهم بذكر موضوع النزاع. فهمنا النقطه دي؟ يبقى خلي بالي ان لو انا بكتب مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع بالفعل لابد من ذكر موضوع النزاع بدقة والا كانت المشارطة باطلة. طب هل ده نوع من التعنت من المشرع؟ ابدا، لان اتفاق التحكيم زي ما هنشوف زي ما حضراتكم عارفين هو اللي بيحدد مدى صحة اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع. هيئة التحكيم لا تستمد اختصاصها الا من اتفاق الاطراف. طيب انا عايز اعرف هيئه التحكيم دي مختصه بالنزاع المعروض عليها ولا لا؟ الفيصل بالنسبه لهيئه التحكيم عشان تقرر ان هي المختصه الفيصل هو الاتفاق. طب هل الاتفاق اسند لها هذا الاختصاص ولا لا؟ طب الهيئه هتعرف منين؟ يبقى لو احنا بنصيغ الاتفاق في صوره مشارطه انا بقول في المشارطه موضوع النزاع هو الموضوع الفلاني. هنا هيئه التحكيم لما يجي لها
ذات موضوع النزاع أن متفق عليه تبقى مختصة، لو جالها موضوع تاني تبقى مش مختصة ببساطة شديدة. يبقى الهيئة هتفصل في مسألة الاختصاص من خلال الاتفاق. طيب لو كان الاتفاق في صورة شرط تحكيم، احنا في شرط تحكيم ما بنحددش الموضوع بدقة، احنا بنحدد المجال اللي هنلجأ فيه التحكيم. لو انا زي ما قلت لحضراتكم كاتبين في شرط التحكيم كل نزاع يتعلق بتنفيذ العقد، كل نزاع يتعلق بتنفيذ العقد يحل عن طريق التحكيم، اثناء سريان العقد اثناء التنفيذ حصل نزاع بس يتعلق بتفسير التعاقد مش بتنفيذه، اذا لجأنا للتحكيم هنا هيئه التحكيم هنا مش مختصه، لان احنا كاتبين في شرط التحكيم انه هنلجأ للتحكيم عندما يكون النزاع متعلقا بتنفيذ العقد، ما قلناش عندما يكون النزاع متعلق بتفسير العقد. وكذلك مثلا لو كان النزاع متعلق ببطلان العقد من عدم، لو كان النزاع متعلق بامتداد العقد. عشان كده انا بخلي بالي من الصياغه، الصياغه هي اللي بتحدد اختصاص هيئه التحكيم. فلو هيئه التحكيم فصلت في موضوع ليس من اختصاصها يبقى حكم التحكيم باطلا. يبقى شفنا ازاي صياغه اتفاق التحكيم في صوره شرط ولا مشارطه ليها انعكاس على مدى صحه حكم التحكيم او بطلانه. يبقى انا اخلي بالي وانا بكتب شرط تحكيم انا عاوز ايه؟ هل انا لجأت للتحكيم ده مضطر مش عارف تحكيم في كل حاجه، الطرف الثاني هو الاقوى هو اللي بيملي شروطه وانا رايح التحكيم غصب عني؟ يبقى انا بقدر الامكان اضيق من مجال اللجوء للتحكيم، اضيق من نطاق اختصاص هيئه التحكيم، اقصر التحكيم على جزئيه او اكثر. انما لو انا عايز تحكيم، لو انا حابب انا اللي الجأ للتحكيم ممكن اصيغ شرط التحكيم صياغه موسعه، ممكن اقول كل نزاع يتعلق بهذا العقد ايا كان نوعه او ايا كانت طبيعته يحل عن طريق التحكيم. يبقى صياغتي للشرط وكذلك صياغتي للمشارطه تترتب عليها نتائج هامه فيما يتعلق باختصاص هيئه التحكيم، وبالتالي نتائج هامه فيما يتعلق بصحه اتفاق التحكيم او بطلان. يبقى من ناحيه صحه حكم التحكيم او بطلان حكم التحكيم الصياغه بتفيد. كذلك من ناحيه الاجراءات، لو انا اتفقت على التحكيم في صوره شرط تحكيم والمفترض انه في شرط التحكيم احنا لسه بنتعاقد وبالتالي مفيش نزاع محدد، وانا برضو قلنا احنا عايزين نعرف يا ترى هيئه التحكيم مختصه ولا لا، يبقى لو كان الاتفاق على التحكيم في صوره شرط ثم حصل نزاع تلاقي القانون يلزمني في اجراءات التحكيم بايه؟ يلزم المدعي بذكر موضوع النزاع عند تقديم بيان الدعوه، اللي يمكن حضراتكم خدتوه في معرض دراستكم لاجراءات التحكيم. بيان الدعوه ده تقدر تعتبره كده اجراء مماثل لصحيفه الدعوه في القضاء التقليدي. بمعنى المشرع يلزم المدعي لو كان الاتفاق على التحكيم في صوره شرط تحكيم انه عند اول اجراء من اجراءات التحكيم وهو بيان الدعوه لازم يقول لي بدقه ايه هو موضوع النزاع. ليه بيلزمني كده؟ عشان هيئه التحكيم لما يقدم اليها بيان الدعوه تعرف هل هي مختصه ولا لا، هل النزاع اللي ذكر في البيان هو ذاته او هو يتطابق مع شرط التحكيم ولا لا. نرجع للمثال، بنقول كل نزاع يتعلق بصياغه عفوا كل نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد يحل عن طريق التحكيم، ولكن النزاع ما كانش على التنفيذ، النزاع كان على بطلان العقد، كان على تفسير العقد، كان على مدة العقد، كان على امتداد العقد، كان على أطراف العقد. هنا النزاعات دي كلها ليست لها أي علاقة بالتنفيذ، فإذا رفعت الدعوة يتعين على هيئة التحكيم أنها تحكم بعدم الاختصاص. طب تعرف منين؟ تعرف من بيان الدعوة بيقول إيه؟ أنا رافع دعوة طالب إيه؟ طالب تفسير بند من بنود العقد؟ طب شرط التحكيم بيقول إن التحكيم قاصر على التنفيذ، هنا هيئة التحكيم تحكم بعدم الاختصاص. يبقى إذا لما أنا بصيغ شرط التحكيم ده بيترتب، لما بصيغ التحكيم اتفاق على التحكيم في صورة شرط ده بيترتب عليه أثر إجرائي وهو إلزام المدعي بذكر موضوع النزاع في بيان الدعوة. أما إذا اتفقت على التحكيم في صورة مشارطة فبيترتب عليه أثر ثاني وهو إلزام الأطراف
بذكر موضوع النزاع في صلب المشارطة ذاتها، ما بنستناش لما يحصل إجراءات وأعمل بيان الدعوة. طب ليه أنا بلزمهم بذكر موضوع النزاع في صلب المشارطة؟ لأن المفترض أن المشارطة أجرمت بعد وقوع النزاع، وبالتالي الأطراف عارفين إيه هو موضوع النزاع. الأشياء تمييز بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ويترتب عليه نتائج خطيرة جدا تتعلق ببطلان حكم التحكيم، تتعلق بإجراءات التحكيم، تتعلق بإلزام المدعي بأن يذكر موضوع النزاع بدقة في بيان الدعوة إذا كان الاتفاق في صورة شرط، تتعلق بإلزام الطرفين أن هم يذكروا موضوع النزاع بدقة إذا كان الاتفاق في صورة مشارطة. إذن المسألة ليست مجرد ده يبرم قبل وقوع النزاع ودي بتبرم بعد وقوع النزاع زي للأسف أغلب الكتب ما بتقول، لا، المسألة لها أبعاد أخرى إجرائية وأبعاد تتعلق ببطلان حكم التحكيم، وكل ده وارد في القانون في المادة 10 من قانون التحكيم المصري والمواد المقابلة لها، بس المسألة بتحتاج دراسة متأنية ونحن نقرأ الأمور دي بشيء من الدقة. طيب إذن أول نقطة تكلمنا فيها فيما يتعلق بصياغة اتفاق التحكيم، يا ترى هصيغ الاتفاق في صورة شرط تحكيم ولا في صورة مشارطة تحكيم؟ ثاني نقطة يمكن تعرضنا ليها بطريقة غير مباشرة واحنا بنتكلم، وهي انه انا عند صياغة اتفاق التحكيم سواء كان شرط او مشارطة بكون حاطط في اعتباري، حاطط في ذهني ان انا في الحقيقة برسم ملامح حدود اختصاص هيئة التحكيم. انا لما بتفق على التحكيم انا برسم حدود اختصاص هيئة التحكيم. احنا قلنا هيئة التحكيم لا تستمد باختصاصها الا من الاتفاق، بخلاف القضاء العادي القضاء التقليدي. القضاء التقليدي القاضي بيستمد باختصاصه من القانون، من التحكيم لا، المحكم هيئة التحكيم تستمد باختصاصها من الاتفاق. بعيدا عن هذا الاتفاق هيئة التحكيم مجرد اشخاص عاديين ليست لهم اي سلطة، لانه عضو هيئة التحكيم او المحكم او هيئة التحكيم كلها مجرد اشخاص لهم تخصصات مختلفة. انا بأوكل اليهم مهمة معينة، مهمة الفصل في نزاع محدد. يبقى هذه الهيئة بيكون لها ولاية فيما يتعلق بهذا النزاع فقط، ما ملهاش ولاية عامة مش زي القضاء. وبالتالي هيئة التحكيم لا تستمد اختصاصها الا بموجب اتفاق بين الاطراف على حسب الصياغة الواردة في هذا الاتفاق بنحدد مدى ونطاق اختصاص هيئة التحكيم. زي ما قلنا لو كانت الصياغة موسعة، لو انا بقول اي نزاع كل نزاع ايا كانت طبيعته يتعلق بالعقد ده هيحل عن طريق التحكيم، هنا ده اتفاق موسع على التحكيم. كده لما يحصل اي نزاع سواء بقى في تنفيذ العقد، في تفسير العقد، في صحة العقد، في بطلان العقد، في امتداد العقد مثلا اذا كان العقد بيمتد، كل هذه النزاعات المتصورة بيبقى الاختصاص فيها للتحكيم. اما اذا حددت مجال معين، وده احيانا انا بعملها وانا مش فاهم ابعادها، ممكن انا بعيد من عيوب الصياغة بكتب كده اي نزاع يتعلق بتنفيذ العقد، مش واخد بالي ان ممكن يكون نزاع في مسألة اخرى غير التنفيذ، هي اختصاص هيئة التحكيم قاصر على مسألة التنفيذ. وكان بيجي لنا في الوزارة احكام كتيرة بيبقى فيها المشكلة دي، يبقى الاطراف متفقين على التحكيم في مجال معين ويلجأوا للتحكيم في مجال اخر، وهيئة التحكيم تصدر الحكم، لا هذا الحكم باطل، ولو ما رفعتش فيه دعوة بطلان الجهة المختصة بالتنفيذ هترفض تنفيذه. لانه وانت حضرتكم درست التنفيذ هتلاقي ان من شروط التنفيذ اول شرط من شروط التنفيذ ان تكون هيئة مختصة، عشان كده المستندات اللي بيقدمها صاحب الشأن عشان يحصل على الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم اول حاجة نطلب منه ان هو يقدم لنا اصل الاتفاق على التحكيم، عشان الجهة القضائية او الجهة المعنية بالتنفيذ بتراجع هذا الاتفاق وبتشوف حكم هيئة التحكيم صدر في حدود الاتفاق ولا لا. اذا تجاوزت هيئة التحكيم نطاق اختصاصها المرسوم لها في هذه الحالة بيكون حكمها باطل، وفي الحقيقة بيكون مش مجرد حكم باطل، هو بيكون حكم معدوم. ولو حضراتكم
حابين نتكلم شويه الفرق بين الحكم الباطل والحكم المعدوم. هما الاثنين بيشيروا الى عيب معين في الحكم، بس الإمادان بيشير الى عيب شديد الجسامه، زي لو هيئه التحكيم مش مختصه ومع ذلك اصدرت الحكم. انا في تقديري ده مش مجرد حكم باطل، ده حكم منعدم. ليه؟ لان هيئه التحكيم خلال اختصاصها هي مجرد افراد عاديين ليست لهم اي ولايه. زي لو تخيلنا ان شخص عادي اصدر حكم قضائي، ما اقدرش اقول ان الحكم ده مجرد حكم باطل، لا ده حكم منعدم. طب تفرق في حاجه الباطل من المنعدم؟ اه تفرق. الحكم الباطل ليه مده معينه للطعن بالبطلان، اذا انقضت هذه المده دون طعن بيتحصن دون الطعن بالبطلان. اما الحكم المعدوم فالعدم لا يولد الا عدم، الحكم المعدوم لا وجود له في الاساس، ومهما طال الزمن اقدر انا اطعن فيه. يبقى التفرقه الدقيقه بين الحكم الباطل والحكم المعدوم، يعني الحكم المعدوم مهما طال الزمن انا اقدر اطعن فيه. اما الحكم الباطل لا، ده القانون بيلزمني، واحنا في مجال احكام التحكيم وفقا للقانون المصري ومعظم الدول العربيه هتلاقي دعوى البطلان ترفع خلال 90 يوم من تاريخ الاعلان بحكم التحكيم. انما لو كان الحكم منعدم لا، مش هتقيد بال 90 يوم دي، ممكن اطعن فيه في اي وقت مهما طال الزمن، لان منعدم يعني لا وجود له. اما الباطل فهو موجود وان كان باطلا. يبقى تتعلق بصياغه اتفاق التحكيم، ان هذه الصياغه هي التي تحدد وترسم معالم اختصاص هيئه التحكيم بنظر النزاع. فاذا تجاوزت هيئه التحكيم حدود هذا الاختصاص اصبح حكمها معدوما. ثالث مساله في مسائل صياغه اتفاق التحكيم، انه وانا بصيغ الاتفاق لازم اكون حاطط في اعتباري تفرقه اساسيه بين نوعين من انواع التحكيم، التحكيم المؤسسي او التحكيم الحر الادهوك. برضو للاسف في معظم المؤلفات بلاحظ ان المؤلفات بتمر على هذه المساله مرور سريع، انه مجرد ان التحكيم المؤسسي ده بيكون تحت مظله مؤسسه معينه او مركز معين مراكز التحكيم، اما التحكيم الحر فبيكون بعيد عن هذه المراكز. المساله مش بهذه البساطه، المساله اكثر تعقيدا واكثر عمقا. ليه؟ لانه مختلف القوانين بترتب على التمييز بين الطبيعه المؤسسيه او الحره للتحكيم نتائج قانونيه. احنا مثلا في القانون المصري، القانون المصري بيميز ما بين التحكيم التجاري الدولي والتحكيم غير الدولي، وبيرتب على كده نتائج قانونيه عند الطعن في الحكم بالبطلان وعند التقدم بطلب لتنفيذه. ده بيبقى اختصاص محكمه استئناف القاهره، ده بيبقى اختصاص محاكم اخرى. في نتائج بتترتب على التمييز بين الطبيعه المؤسسيه او الطبيعه الحره للتحكيم. وبالتالي انا وانا بختار هعمل التحكيم من خلال مؤسسه او مركز تحكيم ولا تحكيم حر، لازم اكون انا عارف الخلفيات دي، اكون عارف القانون اللي احنا هختاره عشان يحكم النزاع. هل بيرتب نتائج على التفرقه بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر زي القانون المصري ولا لا؟ واكون عارف ايه مزايا هذا النوع من التحكيم وايه عيوبه. التحكيم المؤسسي مفيش شك انه بيوفر مزايا عديده. لما بنعمل التحكيم من خلال مركز التحكيم او مؤسسه التحكيم، ده بيوفر لي مزايا عديده. منها انه الخصوم بيكون عندهم او امامهم، خصوصا في المراكز ذات السمعه الطيبه، المراكز الكبيره، المراكز العالميه، ومصر فيها مراكز شهيره، بيبقى عندهم لوائح بتنظم الاجراءات، عندهم الامكانيات اللوجستيه المحيطه بالعمليه التحكيميه، المركز بيكون فيه القاعات، فيه الترجمه، فيه التصوير، المركز بيكون فيه لوائح محكمين لو احد المحكمين حصل له طارئ او ظرف يمنعه من ورثه مهمه، احنا عندنا جداول محكمين نقدر نستعين بحد منهم. كذلك المركز بيحافظ على المستندات، بيحافظ على السرية، بيقدر يتواصل مع الأطراف وكذلك مع هيئة التحكيم. بتبقى العملية التحكيمية في الحقيقة بسلاسة وبيسر. بس بالرغم من المزايا العديدة لهذا التحكيم المؤسسي، إلا إنه بيعيبه عيب أساسي، وهو إنه غالبا بيكون باهظ التكاليف شوية. يعني
معظم المراكز الكبيرة، المراكز الدولية الكبيرة بتكون مصروفاتها كبيرة شوية وأحيانا تكون مبالغ فيها، وبالتالي بتكون هذه المصروفات تشكل عبء بيرهق كاهل الطرفين أو يرهق أحدهما على الأقل. وساعات تكون المصروفات سبب لنزاع قائم بذاته سواء بين الخصوم أو بينهم وبين المركز. يعني ممكن مسألة المصروفات تبقى هي في حد ذاتها سبب للنزاع. ممكن أثناء سير التحكيم أحد الأطراف ما يدفعش المصروفات اللي مطلوبة منه، فتتوقف العملية التحكيمية لا لشيء إلا لأنه أحد الطرفين ما دفعش المصروفات المطلوبة. كذلك تحديد المصروفات دي بيكون في الغالب من خلال لائحة معتمدة في المركز، فلازم القائم على الصياغة اللي بيختار تحكيم مؤسسي من خلال مركز معين يكون سبق للإطلاع على لائحة المصروفات علشان ما يفاجئش موكله، ما يفاجئش العميل إن مطلوب منه مبالغ طائلة. وأنا أذكر وإحنا في مكتب التحكيم كان جالنا حكم من الـ ICC اللي هي غرفة التجارة الدولية في باريس، وللأسف كان الحكم بيفصل في نزاع بين شركتين مصريتين، طبعا مش مصرح نحن نقولها إن عارفين سرية التحكيم، إنهم شركتين مصريتين ومع ذلك عملوا التحكيم في فرنسا في باريس. قيمة المصروفات اللي حصلتها غرفة التجارة الدولية في باريس كانت تتعدى وقتها، الكلام ده كان سنة 2010 أو 2011، كانت تتعدى وقتها 100 مليون جنيه، مبالغ طائلة، كانت محسوبة باليورو بالاسترليني وبالدولار، فكان مبالغ طائلة. لكن ده عيب أساسي من عيوب التحكيم المؤسسي، وده اللي بيخلي بعض الأطراف يفضلوا التحكيم الحر، خاصة لما تكون القضية مش كبيرة، لما يكون النزاع بسيط، يعني كتير ما يلجأوش لمراكز التحكيم تجنبا لهذه النفقات الباهظة. يبقى إذن الميزة الأساسية في التحكيم غير المؤسسي التحكيم الحر، أن التحكيم الحر نفقاته أقل، ولكن بيعيبوا أمور عديدة. بيعيبوا المسائل اللوجستية اللي قلت على حضراتكم عليها، بيعيبوا أن ممكن سرية المستندات ما تكونش مكفولة زي في المراكز المتخصصة، بيعيبوا أنه ما عنديش سكرتارية، ما عنديش قاعات، ما عنديش ترجمة، تصوير، وسائل التواصل مع الأطراف ومع هيئة التحكيم، ما عنديش قائمة محكمين فيها محكمين احتياطيين لو حصل عارض أو ظرف أو مشكلة عند أحد المحكمين. يبقى هي مسألة المفاضلة، أنا بشوف يا ترى الأفضل بالنسبة لي إيه؟ هل الأفضل إن أنا ألجأ لمركز تحكيم، ولا أفضل ليا إن أنا ألجأ للتحكيم الحر اللي بنسميه التحكيم الأدهوك؟ دي مسألة تخضع بقى لحسب ظروف ذوي الشأن في كل حالة على حدة. إنما يهمني إن القائم بالصياغة يكون عارف قبل ما يختار مركز معين، يكون عارف على الأقل اللوائح اللي بتنظم عمل هذا المركز، اللوائح اللي بتحدد المصروفات في هذا المركز، ويكون عارف زي ما قلنا إنه بيترتب على التفرقة بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي آثار قانونية، منها مسألة دولية التحكيم من عدمه زي المادة 3 من قانون التحكيم المصري. المادة 3 في قانون التحكيم المصري بتقول إمتى يبقى التحكيم دولي، وحتى عدة حالات وعدة معايير، من ضمنها لو كان الحكم صادر من مركز دائم أو مؤسسة دائمة من مؤسسات التحكيم. دي حاجة عندنا في قانون التحكيم المصري وفي بعض الدول الأخرى. يبقى التحكيم المؤسسة هيترتب عليه تغيير في طبيعة التحكيم، هل هيبقى دولي ولا محلي؟ طب ولو بقى دولي هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه انه بيخضع لإجراءات مختلفة وقواعد مختلفة ومحاكم مختصة مختلفة عن التحكيم الداخلي. بعض القوانين زي دول المغرب العربي عاملة قانون التحكيم بتاعه بتقسمه جزئين، جزء للتحكيم الدولي وجزء للتحكيم الداخلي، وده ليه قواعد مختلفة عن ده تماما. بعض الدول بتسمح بالطعن في أحكام التحكيم الداخلي ولا تسمح بالطعن في أحكام التحكيم الدولي أو العكس. يبقى المسألة برضه مش مجرد إن التحكيم المؤسسي بالغ النفقات والمصروفات والتحكيم الأدهوك الحر نفقاته قليلة، لا، ده المسألة ليها بعد أعمق، إن ده بيترتب عليه تحديد
معيار مدى دولية التحكيم من عدم. خلي بالنا من الجزئية دي. نقطة كمان خلي بالي منها، وأنا بميز ما بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وأنا بصيغ الاتفاق يا ترى هلجأ لمركز تحكيم ولا لا. إن بعض المراكز بتعمل لنفسها نظام للمراجعة الداخلية لحكم التحكيم ده قبل إصداره بصفة نهائية. يعني مثلا غرفة التجارة في باريس مركز التحكيم بتاعها في داخله حاجة اسمها محكمة التحكيم داخل المركز نفسه. ايه محكمة التحكيم بتعمل ايه؟ بتراجع حكم التحكيم اللي بتصدره هيئة التحكيم قبل ما يعلن للخصوم، لو شافت فيه خطأ ترجعه الهيئة تاني، ده اجراء داخلي جوه المركز. بيبقى ميزة هذا النظام انه لو في خطأ، لو في مشكلة، لو في مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام، محكمة التحكيم من خلال هذه المراجعة بتنبه هيئة التحكيم لهذا الخطأ. كذلك مركز تسوية منازعات الاستثمار في واشنطن في برضه حاجة شبيهة بكده. يبقى دي حاجة أنا لازم أكون عارفها عشان أبقى عارف المركز ده بيشتغل إزاي. حاجة تانية، بعض المراكز بتدي لنفسها الاختصاص بالفصل في طلب رد المحكمة، وده يمكن حصل في مركز القاهرة الإقليمي اعتبارا من سنة 2011 عدلوا اللائحة بتاعتهم، وبقى مركز القاهرة الإقليمي بيشكل لجنة عنده، اللجنة دي تنظر في طلبات رد المحكمين. طب يا ترى الإجراء ده سليم ولا مش سليم؟ يا ترى الإجراء ده يتفق مع قانون الدولة اللي أنا عايز أنفذ فيها حكم التحكيم ولا لا؟ إحنا عندنا في مصر دعوى الرد من اختصاص القضاء، وبالتالي مشكوك في مدى صحة اللائحة في هذه الجزئية. فممكن قوي مركز التحكيم يفصل في طلب رد أحد المحكمين ويترتب على كده بطلان حكم التحكيم، وده حصل عندنا في مصر حقيقة. يبقى وأنا بصيغ اتفاق التحكيم وأنا بختار المركز اللي أنا هلجأ له، أبقى عارف نظام العمل فيه إيه، أبقى عارف مصروفاته، أبقى عارف إن هيترتب على إن أنا اخترت التحكيم المؤسسي إن التحكيم ده بالنسبة لقانون الدولة دي بقى دولي أو مش دولي هكذا. وبالتالي مجرد اختيار تحكيم مؤسسي ولا تحكيم حر مش بس مسألة نفقات، مش بس مسألة ده مكلف ولا مش مكلف، لا، دي بتترتب عليها نتائج قانونية هامة للغاية. احنا لغاية دلوقتي اتكلمنا فيما يتعلق بصياغة اتفاق التحكيم، اتكلمنا ان اصلا اختيار التحكيم ولا القضاء دي مسألة صياغة، لان انت بتختارها في صورة اما بند من بنود عقد في صياغة، او في صورة مشاركة التحكيم بعد وقوع النزاع في برد صياغة. واتكلمنا في ازاي اميز بين شرط التحكيم ومشاركة التحكيم، بس تمييز فيه شيء من العمق، مش مجرد ان ده قبل وقوع النزاع وده بعد وقوع النزاع، لا، ده احنا قلنا انه تمييز بين شرط التحكيم ومشاركة التحكيم تترتب عليه اثار ونتائج غاية في الخطورة. نتائج إجرائية زي إن لو اتفاق كان في صورة شرط تحكيم لازم أقول إيه النزاع في بيان الدعوة. نتائج تتعلق بمدى صحة الاتفاق من عدم، زي لو أنا اتفقت على التحكيم في صورة مشاركة لازم أذكر موضوع النزاع بدقة في صلب المشاركة، وإلا كان الاتفاق باطلا زي ما قلنا قبل كده. كذلك اتكلمنا بعد الشرط والمشرطة، اتكلمنا ان احنا واحنا بنتفق على التحكيم احنا في الحقيقة بنرسم حدود اختصاص هيئة التحكيم، وان هذه المسألة في منتهى الخطورة، لان كثيرا من الاحكام يطعن فيها ويتصدر احكام قضائية ببطلانها بسبب عيوب في الصياغة، بسبب ان هيئة التحكيم لم تكن هي المختصة اصلا بنظر هذا النزاع. الاتفاق بيقول تنفيذ ودي فصلت في تفسير او العكس. انا اخلي بالي وانا بصيغ اتفاق التحكيم ابقى عارف ان انا برسم حدود اختصاص هيئة التحكيم. كذلك انتقلنا لنقطة ثالثة واتكلمنا عن الطبيعة المؤسسية او الحرة للتحكيم. يا ترى لما هلجأ للتحكيم هل هلجأ لتحكيم مؤسسي ولكن حر؟ وقلنا ان في فرق بين الاثنين، وان كل منهما له مزايا وله عيوب، بس التفرقة بين التحكيم المؤسسي والحر
مش بس يترتب عليها مسألة نفقات ومصروفات، لا ده يترتب عليها نتائج خطيرة جدا زي ما شفنا. معيار دولية التحكيم من عدم، التحكيم بيبقى دولي في بعض القوانين إذا كان من خلال تحكيم مؤسسي زي المادة 3 من القانون المصري. قال شفنا إنه بعض المراكز لها لوائح داخلية تعتمد فيها نظام لمراجعة حكم التحكيم قبل إصداره زي وزارة التجارة الدولية بريس وزي الإكسيك في واشنطن. شفنا إن بعض المراكز بتدي لنفسها صلاحيات أحيانا هذه الصلاحيات تتعارض مع قانون الدولة، فده وارد إنه يبطل حكم التحكيم أو إن القضاء يمتنع أو يرفض تنفيذ حكم التحكيم وهكذا. أنا هطلب من حضراتكم كده إن إحنا ناخد استراحة كده 5 دقايق عشان لو أي حد عنده سؤال أو حاجة يجهزه، وبعد الاستراحة دي إن شاء الله نستأنف العمل بإذن الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو في أسئلة عند أي من حضراتكم فيما سبق في الجزء اللي خدناه ممكن ندردش فيه بقى مع بعض. في أي أسئلة عند حد من حضراتكم؟ في كده أسئلة ولا مش أسئلة؟ طيب نبدأ في الجزء. سؤال على الشات. احنا عندنا سؤال بيقول بخصوص شرط التحكيم في العقود الإدارية إذا تصدر، طبعا تقصد تصدر مش يصدر موافقة، تصدر موافقة من الوزير المختص، إذا صدر الحكم يكون معرض للبطلان وتنظر الدعوة أمام محكمة مجلس الدولة. الموضوع ده عمل إشكالية كبيرة، أنا بتفق مع السائل وبيكمل. فإذا لم يتفق الأطراف على وبالنسبة لسلطة التعيين، فإذا لم يتفق الأطراف على المحكمين في التحكيم المؤسسي وكانت لوائح المركز تعطي له سلطة اختيار المحكم، يكون لأحد الأطراف اللجوء للمحكمة لتعيين محكم أم يتولى مركز التحكيم اختيار محكم؟ دول موضوعين مختلفين. الموضوع الأول بالنسبة لشرط في العقود الإدارية، احنا عندنا في مصر المسألة دي مرت ببعض التطور. في البداية كان أي عقد من العقود الإدارية يتضمن شرط تحكيم كان بينظر إلى هذا الشرط على أنه شرط باطل استنادا إلى قانون مجلس الدولة اللي فيه المادة 10 على ما أتذكر بتنص على اختصاص محاكم القضاء الإداري بسائر العقود الإدارية. فنص القانون اللي كان في قانون مجلس الدولة على إطلاقه كان بيترتب عليه بطلان أي اتفاق يسحب الاختصاص من محاكم مجلس الدولة. وما صدر قانون التحكيم في مصر رقم 27 لسنة 94 في البداية أغفل تنظيم هذه الجزئية، ولكن عدل هذا القانون فيما بعد ووضعت لي بعض الضوابط، وبقى القانون بيشترط موافقة الوزير المختص على الاتفاق على التحكيم. بس هذه الموافقة موجهة لمين؟ الإشكالية في كده لما تكون الجهة من جهات الحكومة بتتعاقد، استيفاء هذا الشرط هو أمر داخلي خاص بالجهة الإدارية ولا ده أمر يترتب عليه يتعلق بالتعاقد ذاته؟ إذا اعتبرنا المسألة دي مسألة داخلية بحتة، يبقى عدم استيفاء الشرط لا يرتب بطلان. وبعض الأحكام في الحقيقة صدرت بهذا المعنى، إن ده إلزام على جهة الإدارة التزام داخلي، دي إجراءات داخلية
داخل جهة الإدارة باعتبارها أحد الطرفين، ومش من المفترض إن أنا ألزم الطرف الآخر بمسألة داخلية عند الإدارة. وبعض الأحكام صدرت بصحة التحكيم على الرغم من أنه كان يتعلق بعقد إداري، وعلى الرغم من أنه جهة الإدارة لم تستوفي موافقة الوزير المختص. أحكام أخرى للأسف قضت ببطلان حكم التحكيم لأن جهة الإدارة لم تستوفي هذه الموافقة اللي هي موافقة الوزير المختص. فإحنا عندنا اتجاهات قضائية متعارضة في المسألة دي. أنا شخصيا بأرجح أنه حكم التحكيم في الحالة دي هو حكم صحيح، حتى لو جهة الإدارة لم تستوفي موافقة الوزير. دي ترتب مخالفة داخلية، مخالفة للجهة التي قامت بإبرام الاتفاق، إنما لا تبطل اتفاق التحكيم، لا تبطل حكم التحكيم. دي مسألة داخلية عند أحد الأطراف وهو جهة الإدارة. السؤال الثاني، إذا لم يتفق الأطراف على المحكمين في التحكيم المؤسسي وكانت لوائح المركز تعطي له سلطة اختيار المحكم، يكون لأحد الأطراف اللجوء للمحكمة لتعيين المحكم أم يتولى مركز التحكيم اختيار المحكمين؟ طبعا ده سؤال برضه سؤال وديه. العبرة دائما بالاتفاق وبصياغة الاتفاق، من هنا كانت أهمية محاضرتنا. أنا كتبت الاتفاق إزاي؟ هل أنا فوضت مركز التحكيم في كل المسائل الإجرائية؟ يبقى في هذه الحالة مركز التحكيم من حقه إن هو اللي يعين لي هيئة التحكيم أو المحكمين، ولا أنا اخترت جزئية محددة في لائحة المركز؟ هل أنا اخترت مثلا الإجراءات بس؟ هل أنا اخترت المركز كمجرد مكان أجيب أنا المحكمين بتوعي وأجيب المحامين وأجيب وأمارس العملية التحكيمية في هذا المركز كمجرد مكان، ولا الاتفاق تضمن إحالة على لائحة المركز؟ يبقى اختياري للمركز بيتم بأكثر من أسلوب. أحيانا أنا بأحيل على اللائحة الداخلية للمركز برمتها، يبقى هي اللي بتنظم كل المسائل، يبقى في هذه الحالة المركز هيعين للمحكم. وأحيانا أنا أختار مركز التحكيم كمجرد مكان، حتى بيسموها يقول لك تحكيم غير مؤسسي تحت مظلة مركز معين. يعني ممكن مركز من مراكز الحكم صادر من خلال المركز، ومع ذلك يعني بيعتبره تحكيم غير مؤسسي. غير مؤسسي في الحالة دي إن أنا لم أستند إلى لوائح المركز. هنا لو امتنع أحد الأطراف عن اختيار محكمه، يتعين على الطرف الثاني ان يلجأ للقضاء ويتولى هو التعيين، زي ما عندنا القانون المصري بينظم هذه المسألة. في اي اسئلة اخرى؟ في اسئلة اخرى عند الزملاء؟ طيب هنستأنف بقى محاضرتنا في صياغة اتفاق التحكيم. احنا كنا ناقشنا عدة أمور. قلنا بداية اللجوء للتحكيم هو مسألة صياغة، وقلنا أيضا أنه اللجوء للتحكيم إما أن يكون في صورة شرط أو في صورة مشارطة، وأن التفرقة بين الشرط والمشارطة ليست مجرد تفرقة سطحية إن ده قبل وقوع النزاع وده بعد وقوع النزاع. لا، ده المسألة بتترتب عليها نتائج إجرائية ونتائج موضوعية، نتائج يترتب عليها أحيانا بطلان الاتفاق، أحيانا بطلان حكم التحكيم ذاته. وبعد كده تطرقنا الى انه صياغة اتفاق التحكيم هي اللي بترسم حدود ومعالم اختصاص الهيئة بنظر النزاع، وان دي مسألة هامة جدا ودقيقة جدا، وانه الصياغة هي اللي بتحدد الموضوعات والمجالات التي يجوز لهيئة التحكيم ان تفصل فيها. وفي صياغة بتكون صياغة موسعة، ما اقول كل نزاع يتعلق بالعقد، يبقى هنا ايا كان طبيعة هذا النزاع طالما انه هو متعلق بالعقد. وفي صياغة بتكون صياغة مضيقة بتقصر اختصاص هيئة التحكيم على مجال بعينه من مجالات العقد، زي ما قلنا التنفيذ، التفسير، البطلان إلى آخره. وبعد كده انتقلنا للكلام عن التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، التحكيم الأدهب، وقلنا إن المسألة ليست مجرد إنه ده مكلف وده مش مكلف، ان ده من خلال المركز وده خارج المركز. لا، ده المسألة ديها ابعاد قانونية مهمة للغاية،
من اهمها انه بعض القوانين ومنها القانون المصري بترتب تفرقة فيما يتعلق بمعيار دولية تقييم من عدمه. احنا قلنا المادة 3 من القانون المصري على سبيل المثال بتقول ان من حالات دولية التحكيم ان يكون التحكيم تم تحت مظلة مركز او مؤسسة دائمة من مراكز التحكيم، مؤسسات التحكيم. بعض الدول بتفرض في قوانين التحكيم معاملة مختلفة تماما للتحكيم الدولي، التحكيم الداخلي، التحكيم المؤسسي، التحكيم الحر. فلازم القائم بالصياغة يكون ملم بهذه الأبعاد. كذلك قلنا ان بعض المراكز بتضمن لوائحها امور معينة، زي بعض المراكز اللي بتعتمد نظام للمراجعة الداخلية زي الاي سي سي وزي الاكسيد وزي بعض المراكز. هنا في جهة داخل المركز بتراجع الحكم قبل اصداره. في بعض المراكز بتدي لنفسها صلاحيات فيما يتعلق زي ما قلنا على سبيل المثال بدعوى الرد، او زي ما الاخ اللي كان بيسأل بتعيين المحكمين. فانا لازم وانا بختار مركز اكون عارف المركز ده نظام عمله ايه، لائحة الاجراءات بتاعته ماشية ازاي، لائحة المصروفات بتاعته ايه، صلاحيات المركز ايه، عشان ما افاجئش بامر من الامور يترتب عليه مشكلة، يترتب عليه بطلان، يترتب عليه نفقات باهظة لا قبل لي بيها، وهكذا. بعد كده انا حابب انتقل بقى مع حضراتكم لنقطة اخرى فيما يتعلق بصياغة اتفاق التحكيم، وهي المسألة المتعلقة بمكان اجراء التحكيم. في الحقيقة مكان اجراء التحكيم البعض برضو بيتناولوا انه مسألة بسيطة مش ذات اهمية، لا ده مسألة هامة للغاية. مكان اجراء التحكيم مش بس هننظر اليه على اعتبارات لوجستية، او ان احنا من مصر فنعمل التحكيم في مصر، او ان احنا من دولة اخرى فنعمل التحكيم في هذه الدولة، او ان مثلا الخصوم عاوزين يعملوا سياحة في دولة معينة فيعملوا التحكيم في الدولة دي. لا، المسألة ابعد من كده واعمق من كده واخطر من كده بكتير جدا. ليه؟ لانه في الحقيقة مكان اجراء التحكيم بتترتب عليه نتائج قانونية، لان كل دولة، وزي ما حضراتكم عارفين مسألة تمسك الدولة باعتبارات السيادة، تمسك الدولة بسيادتها، ده بيخلي الدولة تنظر لحكم التحكيم الذي يصدر على اقليمها على انه من مظاهر سيادة هذه الدولة. ازاي؟ القانون المصري مثلا يقول ان التحكيم يبقى مصري اذا تم التحكيم في مصر. هنا ترتب على اختيار مصر كمكان للتحكيم ان التحكيم ده هيعتبر مصري حتى لو كان الخصوم اجانب، وكان القانون واجب التطبيق قانون اجنبي مش قانون مصري، وكان حكم التحكيم هينفذ خارج مصر، وكان الاتفاق على التحكيم ابرم خارج مصر. يعني مصر ما لهاش اي علاقة بالعملية التحكيمية سوى انها كانت كان اجراء، ومع ذلك يبقى التحكيم هنا تحكيم مصري. تكون تحكيم مصري يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه خضوع هذا التحكيم للقوانين المصرية، يترتب عليه انه ممكن يكون هذا التحكيم باطل وفقا للقانون المصري، يترتب عليه ان هذا التحكيم يجب الا يتعارض مع النظام العام وفقا للقانون المصري، يترتب عليه انه اجراءات تنفيذ هذا الحكم اذا تم التنفيذ في مصر تكون وفقا للقانون المصري. يبقى اختيار المكان يترتب عليه نتيجة بالغة الأهمية فيما يتعلق بجنسية حكم التحكيم إذا صح التعبير. وطبعا الأحكام ما نقولش ليها جنسية، ما الحكم ما بيحصلش على جنسية، بس إحنا بنضطر أحيانا إحنا ننسب الحكم لدولة معينة عشان نعرف نتعامل معاه من الناحية القانونية. يا ترى في مراجعة للحكم ولا ما فيش؟ في طعن في الحكم ولا القانون لا يسمح بالطعن؟ هل القانون بيسمح بالتقاضي على درجتين في احكام التحكيم ولا ما بيسمحش؟ في دول بتسمح بالتقاضي على مرحلتين في التحكيم الداخلي وليس الدولي، ودول ما بتسمحش بالتقاضي على درجتين ايا كان نوع التحكيم. زي مصر، مصر عندنا حكم التحكيم يصدر نهائيا، عندنا دعوة بطلان، بس دعوة البطلان زي ما حضراتكم عارفين ليست درجة من درجات التقاضي. دعوة البطلان
بتناقش مسألة محددة إذا كان في خطأ في إجراءات التحكيم، خطأ في تشكيل هيئة التحكيم، مسألة من المسائل التي لا يجوز فيها إذا كان في مخالفة للنظام العام، إنما هي ليست درجة من درجات التقاضي، ليست استئناف. محكمة البطلان لا تعيد بحث الموضوع من جديد. محكمة البطلان ما بتبحثش بقى الأسانيد والدفوع وتصنع الشهود زي محاكم الاستئناف ما بتعمل. لا، احنا عند مصر ومعظم دولنا العربية، ان ما كانش كل دولنا العربية ما عندهم استئناف لأحكام التحكيم، عندنا مراجعة لحكم التحكيم من خلال دعوة البطلان. دول أخرى عندها استئناف للتحكيم، انجلترا عندها استئناف لأحكام التحكيم الدولي، ما فيش استئناف لحكم التحكيم الداخلي. دول فرنسا برضو بتفرق بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. يبقى إذا مكان إجراء التحكيم تترتب عليه نتائج غاية في الخطورة. هل الحكم ده نهائي ولا مش نهائي؟ هل الحكم ده يجوز استئنافه ولا ما يجوزش استئنافه؟ الحكم ده قواعد تنفيذه وشروط تنفيذه، لأن لما أقول حكم مصري يبقى تنفيذه وفقا لقواعد التنفيذ الواردة في القانون المصري. أما لو كان حكم مش مصري وجاي تنفيذه في مصر، بقى في شروط أخرى، هل في بقى معاملة بالمثل بينه وبين الدولة دي ولا لا؟ هل الدولة دي منضمة للاتفاقيات الدولية زي اتفاقية نيويورك على سبيل المثال المعنية بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ولا لا؟ يبقى مكان إجراء التحكيم، مكان العملية التحكيمية، مش مجرد مسألة لوجستية، مش مسألة ارتياح لمكان ما، إن التأشيرات سهلة في الدولة، أسعار فيها رخيصة، إن فيها سياحة. يعني للأسف بعض الناس بترتكب دي، تعمل التحكيم في بلد معين وتفاجئ إن ده بيترتب عليه نتائج قانونية غاية في الخطورة زي ما بقول لحضراتكم. ونقدر نلخص النتائج دي في جزئين اللي أنا قلت حاكم عليهم في البداية. عايزين نربط ما بين الصياغة وبين مسألتين مهمين، بين الصياغة وبين تنفيذ الحكم، وبين الصياغة وبين مسألة مراجعة الحكم، مدى صحة الحكم أو بطلان الحكم من عدمه. كان إصدار الحكم يرتبط ارتباط وثيق جدا بالتنفيذ. لو مكان حكم التحكيم كان خارج مصر وهتنفذه في مصر، يبقى هنا في شروط، والشروط دي واردة بعضها في قانون التحكيم وبعضها في قانون المرافعات، وبعض الناس اتلخبطت ما بين الشروط هنا والشروط هنا، وترتبط بعلاقة الدولة بالدولة التي صدر الحكم على إقليمها، وترتبط بهل في معاملة بالمثل ولا لا، وترتبط بهل الدولة دي من الدول المنضمة للاتفاقيات لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وبالتالي ده يفرض التزام على مصر ولا مش مرتبط، وهكذا. ده من ناحية التنفيذ. أما من ناحية البطلان والمراجعة والاستئناف، برضو في دول بتسمح بمراجعة حكم التحكيم عنه من خلال الاستئناف، شأن الحكم القضائي، ودول عديدة لا تسمح بذلك. حصل كان عندنا في مصر قضية شهيرة، يمكن هي جت في الجرائد فمسموح ان احنا نقولها، القضية بتاعت مطار راس سدر. كانت احدى الشركات الكبرى في السعودية كانت متعاقدة مع الحكومة المصرية على انشاء مطار في منطقة راس سدر المصرية، ولسبب او لاخر الشركة السعودية ما كملتش، فالحكومة المصرية سحبت المشروع، سحبت الشركة السعودية لجأت للتحكيم، وكان الاتفاق بينها وبين الحكومة المصرية ان التحكيم يتم في مركز لندن للتحكيم الدولي. مركز لندن اصدر حكم ضد الحكومة المصرية وحملها بغرامات باهظة، بس لانه التحكيم صدر في مركز لندن في دولة انجلترا، القانون الانجليزي يمكن قلت لحضراتكم من شوية انه بيسمح بالطعن في احكام التحكيم امام المحاكم الانجليزية. الحكومة المصرية طعنت في حكم التحكيم، وبعد فترة واخد ورد وهكذا صدر الحكم من المحكمة العليا الانجليزية لصالح الحكومة المصرية. يبقى مجرد اختيار مكان التحكيم ترتب عليه نتائج هامة جدا. لو كان ذات الحكم صدر في دولة اخرى لا تسمح بمراجعة حكم التحكيم واستئناف حكم التحكيم، كان زمان الحكومة المصرية دفعت قيمة التعويض، انا مش فاكر الرقم فمش عايز اقول، انما مجرد ان الحكم صدر في انجلترا، ولان القانون الانجليزي بيسمح، ده ترتب عليه انه الدولة المصرية او الحكومة المصرية تمكنت من خلال الطعن في حكم التحكيم انها تكسب القضية بعد عدة سنوات يعني من تاريخ صدور الحكم اول مرة. يبقى شفتوا قد ايه اختار التحكيم ليه
أبعاد قانونية هامة ودقيقة وخطيرة. فالقائم بصيغة اتفاق التحكيم لما بيجي يختار المكان لازم يبقى عارف كويس الأسس اللي على أساسها بيختار. أنا هنفذ فين؟ دي مسألة مهمة جدا. طب لو أنا هنفذ في مصر، أعتقد إنه من الأفضل إن يكون مكان التحكيم هو مصر، لأنك لما الحكم يصدر من مصر وتنفذ في مصر إذا هتنفذ وفقا يكون مصري، مسألة سهلة. أما الحكم الأجنبي لا، ده احنا هنخش في شروط أخرى بقى، احنا بنعامل حكم أجنبي زي ما قلت لحضراتكم بقى، المعاملة بالمثل واتفاقيات تنفيذ الأحكام، وما يكونش متعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية، هنلاقي في شروط مختلفة عن شروط تنفيذ الحكم المصري الصادر في مصر. ده بالنسبة لمكان التحكيم. إذا احنا بنصير وبنيجي نحدد مكان العملية التحكيمية هتتم فين، اخد بالي كويس قوي من الجزئية دي. كذلك واحنا بنصيغ اتفاق التحكيم ومن مظاهر المرونة الشديدة اللي يتميز بها التحكيم، ان من حق الاطراف مش بس اختيار هيئة التحكيم ومكان التحكيم وهل التحكيم مؤسسي ولا مش مؤسسي، لا، ده من حقهم اختيار القانون واجب التطبيق. القانون واجب التطبيق ده انا بعتبره من اكتر مظاهر حرية الارادة الفردية اللي المكفولة في التحكيم. انما احنا لو في القضاء التقليدي لا، القاضي ملزم بتطبيق قانون دولته، وفي المسائل دي عنده حاجة بنسميها الجماعة الغير قانونيين بنسميها قواعد الاسناد. قواعد الاسناد دي مجموعة مبادئ موجودة في قانون كل دولة بتقول للقاضي لما يجي لك نزاع دولي طبق اي قانون. يعني لو افترضنا قاضي مصري قدامه عقد دولي، طب يطبق عليه قانون مين؟ عقد ما بين سعودي ولبناني والنزاع في مصر، طب القاضي يطبق القانون السعودي ولا القانون اللبناني مثلا؟ هتلاقي احنا عندنا قواعد الاسناد دي تيجي تقول للقاضي المصري في القانون ده، تقول له مثلا طبق القانون اللي بيتفقوا عليه، طب مش متفقين، تقول له طبق قانون محل الابرام، طب مش عارفين اوبرن فين، طبق قانون مكان تنفيذ العقد، وهكذا. في كل المسائل عندنا قواعد اسناد بتحدد للقاضي الوطني ايه هو القانون واجب التطبيق لما يكون النزاع دولي. انما لو النزاع قدام القاضي الوطني نزاع محلي، القاضي ملزم بتطبيق قانون دولته. في التحكيم المسألة مختلفة تماما، الاطراف لهم حرية كاملة في اختيار القانون واجب التطبيق. حتى لو لم تكن هناك اي علاقة ما بين هذا القانون وبين العقد، او بين القانون وبين النزاع، هم احرار. بمعنى انه حرية الاطراف في اختيار القانون مش مقيدة بقيد معين، مش يختاروا القانون الملائم للنزاع او القانون المرتبط بالعقد، لا، هم يختاروا اي قانون هم عايزين، حريتهم مكفولة في اختيار القانون. وده برضو بيلقي بعبء على المحكمين ان انت لازم تكون بالقانون اللي اختاروا الاطراف. القانون اللي اختاروا الاطراف اما قانون يحكم موضوع النزاع زي قانون مدني قانون تجاري الكلام ده كله، او القانون اللي بيحكم اجراءات النزاع. وانا كتير بيحصل خلط بين القانون الموضوعي والقانون الاجرائي، ويهمني زملائي غير القانونيين يكونوا ملمين بالتمييز بين النوعين. في عندنا في القوانين قوانين اجرائية، زي ما تسمع كلمة قانون الاجراءات الجنائية، قانون المرافعات المدنية، القانون اللي بينظم الاجراءات في القضاء الاداري، قانون التحكيم نفسه هو قانون اجرائي. هذه القوانين كلها بتنظم اجراءات الدعوة بتتم ازاي، المحكمة المختصة، الطعن في الحكم، طريقة رفع الدعوة، وهكذا. اما القانون الموضوعي فده القانون اللي القاضي بيطبقه على موضوع النزاع. يبقى مثلا نزاع يتعلق بعقد بيع، طب انا اطبق عليه اي قانون؟ بطبق القانون المدني. نزاع يتعلق بشركة تجارية، اطبق القانون التجاري، وهكذا. فالافراد عندهم حرية في اختيار القانون الواجب، القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، وكذلك عندهم حرية في اختيار القانون الاجرائي. وممكن ما يختاروش قانون اصلا ويفوضوا هيئة التحكيم ان هي تحكم في النزاع وفقا لمبادئ العدالة دون التقيد بقانون معين. هنا بنسميه تحكيم مع التفويض بالصلح. يبقى التحكيم من ضمن تقسيماته، ودي حاجة اراعيها في الصلح برضو،
من ضمن تقسيمات التحكيم في تحكيم بالقانون وفي تحكيم مع التفويض بالصلح. التحكيم بالقانون أطراف النزاع بيختاروا قانون معين، هيئة التحكيم بتكون ملزمة بتطبيق هذا القانون. أما التحكيم مع التفويض بالصلح إحنا بنطلق يد هيئة التحكيم ونقول لها أنت حرة، احكمي وفقا لما تريناه محققا للعدالة بغض النظر عن التقيد من دولة ما. التحكيم مع التفويض بالصلح ده إجراء خطير شوي، لازم أكون أنا واثق تماما في عدالة وكفاءة ونزاهة وحيادية هيئة التحكيم، لأن أنا في الحالة دي بأطلق يدها ما جاتش بقانون وما أقدرش أراجعها وما أقدرش أحاسبها. بس اللي يهمني في مسألة اختيار القانون واجب التطبيق ايه؟ ان زي ما قلنا واحنا بنتكلم على مكان التحكيم ان الدول كمظهر من مظاهر تمسكها بالسيادة بترتب على اختيار اقليم الدولة كمكان للتحكيم انه يعتبر التحكيم ده تحكيم وطني، زي ما قلنا كده. برضو لو انت اخترت قانون دولة معينة ده بيترتب عليه انه التحكيم بيكون تابع لهذه الدولة. لو انا اخترت القانون المصري هنا بيبقى حكم التحكيم يعامل كحكم مصري حتى ولو تم اجراء هذا التحكيم في الخارج. ازاي؟ احنا لسه قايلين من شوية انه لما بختار مقر او موقع او اقليم دولة معينة ان ده بيترتب عليه ان الحكم يكون تابع لهذه الدولة. وبرضو لو اخترت قانون دولة ما تيجي دولة هذا القانون تقول لي بقى كده ده القانون او يبقى الحكم ده حكم وطني بالنسبة لي انا، وده اللي عمله المشرع المصري في الحقيقة. يعني بعبارة اخرى حكم التحكيم يعتبر مصريا اذا تم التحكيم على الإقليم المصري أو إذا تم في الخارج ولكن الأطراف اختاروا القانون المصري. تاني، حكم التحكيم ده من وجهة نظرنا احنا في مصر، من وجهة نظر القانون المصري حكم التحكيم يعتبر مصري لو تمت العملية التحكيمية في مصر، وبرضو يعتبر مصري لو تمت العملية في الخارج بس الأطراف اختاروا القانون المصري. يبقى لو اتنين خصوم عملوا التحكيم في جدة، عملوا التحكيم في بيروت، عملوا التحكيم في لندن، في فرنسا، في اي دولة من الدول واختاروا القانون المصري، هنا احنا في مصر بنعتبر ان ده حكم مصري. فلو جيت تنفذ وفقا للقانون المصري، لو جيت تطعن فيه بالاستئناف مثلا اقول لك لا احنا في مصر ما عندناش استئناف، عندنا بطلان. وفي ذات الوقت لو هم الاطراف ما اختاروش القانون المصري بس الحكم صدر في مصر برضه هعتبره مصري. يبقى كأنه المشرع المصري عنده معيار مزدوج او عنده حالتين بيترتب عليهم اعتبار حكم التحكيم حكما وطنيا مصريا. طيب لو خالفنا مكان التحكيم المتفق عليه، وده سؤال جاي من الاستاذ مصبح، لو خالفنا مكان التحكيم المتفق عليه لماذا لا يكون محلا للطعن بالبطلان؟ ممكن طبعا يبقى محل الطعن بالبطلان، بس خالفنا المكان ازاي؟ هل احنا الاثنين اخترنا مكان تاني؟ احنا كده عدلنا المكان. العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله او الغائه الا باتفاق الطرفين. فلو احنا كنا متفقين ان مصر هي مكان التحكيم بس جينا وقت النزاع بالفعل قلنا لا بلاش نعمله في مصر، احنا هنعمله في دولة تانية، مفيش مانع، يبقى احنا كده اللي عدلنا الاتفاق. انما لو كان الاتفاق على دولة معينة وجي المدعي رفع الدعوة في دولة اخرى، هنا يبقى هو خالف الاتفاق فيما يتعلق بمكان التحكيم، وبالتالي يتعين على هيئة التحكيم في الحالة دي انها تحكم بعدم قبول الدعوة، يقول لا انتوا كنتوا متفقين على مكان معين وانت جايلي في مكان تاني يا مدعي. اذا قبل المدعي عليه يبقى كده احنا عدلنا الاتفاق. طب ما قبلش يبقى المحكمة، يبقى هيئة التحكيم تحكم بعدم القبول. طب ما حكمتش بعدم القبول ونظرت الدعوة وأصدرت حكم،
هنا يبقى الحكم باطل زي ما حضرتك بتقول. نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم في اختيار القانون واجب التطبيق، وانا بصيغ اتفاق التحكيم وجاي بحدد ايه هو القانون واجب التطبيق، اكون عارف كويس قوي ان المسألة مش مسألة انا بختار قانون سهل لهيئة التحكيم او كلام ده كله، اكون عارف ان في ابعاد قانونية وراء هذه الجزئية، انه بيترتب على اختيار قانون دولة ما ان القانون ده بيبقى قانون، ان الحكم ده بيبقى حكم وطني بالنسبة لهذه الدولة، وده اللي عمله المشرع المصري وعملته معظم الدول في تشريعاتها المنظمة للتحكيم، وده برضو مظهر من مظاهر تمسك الدول بسيادتها. كل دولة عايزة تبقى يعني حالات خضوع احكام التحكيم لقانونها ولنظامها ولمحاكمها ولقضائها عشان تفرض رقابتها بقدر المستطاع، فتتمسك باكتر من معيار. والله لو التحكيم تم على اقليمها نعتبره تحكيم وطني، او لو تم في الخارج بس وفقا لقانون هذه الدولة. فوارد حكم التحكيم الواحد يكون ليه جنسيتين لو ركزتوا معايا. نفترض حكم تحكيم تم في السعودية واختار الاطراف القانون المصري، هنا حكم التحكيم ده هيبقى سعودي وفقا للقانون السعودي، لان القانون السعودي بيقول اي تحكيم يتم في السعودية هو تحكيم سعودي، وهيبقى نفس الحكم مصري وفقا، لان القانون المصري بيقول ان التحكيم حتى لو تم في الخارج والاطراف اختاروا القانون المصري هيبقى تحكيم مصري. طب العبرة بقى مين اللي كلامه هيمشي في الاخر، القانون المصري ولا السعودي؟ العبرة بقى بلد التنفيذ فين. لو انا هنفذه في مصر هتتعامل مع هذا الحكم على انه حكم مصري، هيبقى وفقا للشروط المصرية وهيخضع للنظام المصري الطعن وفقا للمواعيد المصرية. لو انا بنفذ حكم التحكيم ده في السعودية يبقى ستتم معاملته في الدولة السعودية على انه حكم تحكيم سعودي. برضو بنبه دايما انا عيني على تنفيذ الحكم وانا بصيغ الاتفاق في البداية، يا ترى المحتمل ايه ان لو حصل نزاع وعملنا تحكيم وعايزين ننفذ الحكم، طب المحتمل تكون فين بلد التنفيذ؟ انا بفضل ان بلد التنفيذ تكون هي مكان اجراء التحكيم، وان يكون قانونها هو القانون الواجب التطبيق، علشان ما اصطدمش بقانون اجنبي الدولة بتعترف بيه او ما بتعترفش، ما اصطدمش بان الحكم يبقى بالنسبة للدولة دي حكم اجنبي ليه شروط معينة في التنفيذ، في صعوبات في التنفيذ وهكذا. يبقى احنا اتكلمنا لغاية دلوقتي عن عدة امور، ان قرار اللجوء للتحكيم هو مسألة صياغة، تحكيم ولا قضاء ده صياغة، شرط تحكيم ولا مشارطة تحكيم دي مسألة هامة للغاية مش مجرد معيار زمني، ده قبل وقوع النزاع وده بعد وقوع النزاع، ده بيترتب عليها نتائج اجرائية ونتائج موضوعية، بيترتب عليها احيانا بطلان اجراءات التحكيم او بطلان اتفاق التحكيم لو كان في صورة مشارطة وانا ما ذكرتش موضوع النزاع بدقة. بعد كده تطرقنا للتحكيم المؤسسي والتحكيم الحر وشفنا الابعاد الدقيقة اللي بتترتب على التمييز بين الاثنين، وان ازاي المسألة دي بتترتب عليها تغيير في مدى دولية حكم التحكيم، ودي مسألة خطيرة جدا. وشفنا انه بعض مراكز التحكيم لها لوائح تدي المركز صلاحيات عديدة، طب هذه الصلاحيات قد تصطدم مع القانون او مع النظام العام في بلد التنفيذ، فانا ازاي الجأ لمركز في قواعد ممكن تكون مخالفة للنظام العام، فاخلي بالي. وبعد كده اتكلمنا عن مكان التحكيم وان القصة مش مجرد مكان ولا للسهولة ولا للتأشيرات ولا لا، المسألة بتاعت عليها نتائج قانونية غاية في الخطورة، نتائج تتعلق ببطلان الحكم او بمدى مراجعته او باستئنافه، تتعلق بشروط تنفيذه وهكذا. ثم انتقلنا الى الكلام عن القانون واجب التطبيق وشفنا ازاي ده مظهر من مظاهر سلطان الارادة اللي بنقول عليه، من مظاهر حرية الاطراف في الاختيار، من مظاهر المرونة الشديدة التي يتمتع بها نظام التحكيم ككل. بالاضافة لهذه المسائل في امور اخرى يعني لا تقل اهمية في الحقيقة، زي مثلا لغة التحكيم ايه، وانا بصيغ اتفاق التحكيم يا ترى هعمل التحكيم باللغة العربية ولا باللغة الانجليزية ولا الفرنسية ولا ايه بالظبط،
برضو المساله ما هياش تحيز للغه ما ولا الكلام ده كله. المساله هي برضو ابعاد قانونيه، ولازم اختار اللغه اللي تحقق مصلحتي وتكون اللغه منضبطه، ما تبقاش المستندات كلها بالانجليزي والعقد مكتوب بالانجليزي والكلام ده كله ويبقى التحكيم بالعربي. فانا ممكن مدلول اللفظ في اللغه العربيه يختلف عن مدلوله في اللغه الانجليزيه، هيحصل خلاف يا ترى هيئه التحكيم تقصد ايه باللفظ ده، او الهيئه نفسها تبقى مش عارفه المصطلح ده اللي قالوه الاطراف المقصود بيه ايه. فبتحصل اخطاء كتيره جدا ومشاكل كتيره جدا لما ما نحسنش اختيار لغه التحكيم. ايه كمان؟ طب عدد المحكمين مثلا، هل اخليهم محكم وحيد ولا ثلاثه ولا اكتر ولا اقل؟ في الحقيقه دي برضو مساله من مظاهر المرونه، انا حر اختار اللي انا عايزه طالما ان العدد فردي زي ما حضرتكم. بس لو اخترت اكتر من محكم ثلاثه او خمسه دي ممكن احيانا تسبب بعض المشاكل في اتفاق اعضاء هيئه التحكيم مع بعض، في مساله اتعاب المحكمين لو هو مثلا تحكيم. طب هو لو محكم وحيد بقى مساله الاتعاب هينه شويه عما اذا كان المحكمين اكتر من محكم. بس صعوبه اختيار محكم وحيد، ازاي الاقي المحكم الوحيد اللي الطرفين راضيين عنه، الطرفين واثقين فيه؟ غالبا كل طرف بيكون متشكك في الاخر، فبالتالي بتحصل بعض الصعوبات في القصه دي. عشان كده القانون بيقول الاطراف احرار في اختيار المحكمين، واذا ما اختاروش تلاقي في قواعد مكمله يقول لك كل بقى القانون هنا بيتدخل يقول ان كل طرف بيختار محكم عنه، والاثنين المحكمين دول هم اللي بيتولوا اختيار رئيس التحكيم. برضو من المسائل اللي ممكن اهتم بيها وانا بصيغ اتفاق التحكيم مده العمليه التحكيميه، وقت التحكيم ده هيتم في خلال قد ايه. القانون برضو في كل الدول بيترك للاطراف حريه اختيار مده التحكيم. طب اذا ما اختاروش تيجي القواعد المكمله وتقول مثلا في القانون المصري مده التحكيم سنه، وبيجوز لهيئه التحكيم ان هي تمد لمده اشهر. الاطراف ما اختاروش، طب لو اختاروا يبقى الهيئه تتقيد بالمده. طب وانا بختار المده على اي اساس؟ لازم وانا بختار المده اكون عارف حجم النزاع وصعوبته. ما يجيش نزاع ضخم واقول انا الهيئه تخلص في 3 شهور. هنا هتنقضي المده دون انهاء النزاع. ولو التحكيم بسيط، مساله بسيطه، ما اختارش مده طويله، يبقى لابد ان يبقى فيه موازنه ما بين مده التحكيم وبين حجم النزاع. يا ترى لو النزاع كبير اختار له مده مناسبه، لو النزاع بسيط اختار له مده محدوده، او هكذا. القصه اللي اتكلمنا فيها من شويه وبعيد عليها تاني، يا ترى هل التحكيم بالقانون ولا انا هفوض هيئه التحكيم في الصلح؟ ودي مساله خطيره ولازم انتبه ليها. وكثيرا في الجلسه الاجرائيه الاولى هيئه التحكيم تسال الاطراف، يا ترى انتوا بتفوضوا الهيئه بالصلح ولا لا؟ لان كتير الهيئه تحب ان الاطراف يفوضوها بالصلح، لان تفويض هيئه التحكيم بالصلح معناه ان انا باطلق يدها ولا اقيدها بقانون معين. بقول لها احكمي وفقا لاعتبارات العداله، وفقا لما تريه محققا للعداله. ده في شيء من الخطوره اذا لم تكن هيئه التحكيم على قدر من النزاهه والكفاءه والحياديه. فانتبه للجزئيه دي. دي تقريبا اهم النقاط الاساسيه اللي انا كنت حابب اكلم حضراتكم عنها فيما يتعلق بصياغه اتفاق التحكيم. ولو في اي سؤال، اي مناقشه في الموضوع في التحكيم عموما، انا جاهز ومستعد للمناقشه مع حضراتكم. طيب انا بشكر حضراتكم جميعا وبتمنى لكم كل توفيق. ان شاء الله نتقابل بكره في موضوع لا يقل اهميه دقيقه، والموضوعات اللي تتناسب مع الدراسات العليا، وهي من المسؤوليه المهنيه للمحكمين. اشوفكم بكره على خير. تصبحوا على خير. استاذ ياسين كده مفرقه النهارده تبقى انتهت. يا ريت لو في اسئله عند اي حد في الورقه يفضل يعرضها.
بيقولوا فيه. الحقيقة نفسها ولا ده يبطل الحكم، يبطل الحكم لأنه مخالفة لإرادة الحكم. هيئة التحكيم اختارت مكان آخر على خلاف الاتفاق، لا ده سبب من أسباب البطلان، لأن من أسباب البطلان مخالفة الاتفاق، مخالفة هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف. إنما لو الأطراف هم اللي غيروا ده ما يبطلش الحكم، ده تعديل، يعتبر تعديل للاتفاق فلما تم بإرادة الطرف. حاجة تانية ولا أي أسئلة أخرى ولا؟ شكرا، شاكرين جدا. Justice Academy. Knowledge is power.